الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل أوي نغى القلب الوجين الرسالة الرحمن دين السلام إقرد يونس صحابي مقامس النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه إن دينة في محمد صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إن فليوث التشريح في داخل الجسد العامل ماذا قد تصلح؟ الجسد مرة يصلح، ماذا قد تفسد؟ الجسد مرة تفسد. وكان ذوي العبد يحمد أوي العبد ذاك إكسرس وخلق عن عجوز خرب وين يحمي، ذاك إكسرس الإيمان، ذاك إكسرس الرحمة، ذاك إكسرس يعقل. خزرك الإيمان ازدخلوا إقرب القول الإساسي سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ها؟ والرحمة أين إغدي صحن الدرس سيد ربي سبحانه وتعالى ذي الرحمين سلوى ساعة أرسك سيد إيه عبد يسيب كي سيد الدخي يقول إقرب وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ويجعل سيد ربي سبحانه وتعالى من العقل الدخل البول والعقل حميد سيد ربي سبحانه وتعالى يقرب قويس أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. سبحان الله العقية ازدخل يقوي وثم ظريفة المسحة ازدخل يقوي تقول مخل البصيرة إذا العقل حمية سيدنا إذا مثل العقل فشكك من ياخي يفنى في الإيمان أكد الرحمة. سبحان الله الإيمان ماذا قلت في سعال العبد أم كريسة الجنث والرحمة ماذا قلت في سعال الرحمة البويس أم كريسة الجنث وذي سينا قيمة قد شفا إيه دي ثفا يعقل ولا عقل ولا ثم سعال أم كريك شمي الجنث يحكو يغدو خلق سبحانه وتعالى قرر بسورة الملك إن دويدا نين إكسكشمكني رجه نمان الجربي جي مؤمنين داش يسقر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لو كان نسل لو كان نسعي العقل شو بالسوق الرجع لنا الكاية ماذا؟ إذن أوي العام ذيون الإناء يوث الحلم يكسر سوسي لربك سبحانه وتعالى أين يحميز دخي يعظيمون وزيادة ماذا شرط؟ أثر شرط سنة نحويج مشكل كبير أذي للإيمان أكد الكفر ازدخل جونه ذي موحد أولي إما هذه الوين تزدين نجس وإما هذه الوين نجس الكفر ذي النفاق ذي الإلحاد ذي الجرب يجي مؤمنين كالوين يوهي سيد ربي يوث كان يدي صحيح لي هذا غسل كوني ذي العصر قد تسعيش تسحيي ذا شيء ونستقيم يوان نستقيم بس يعني أنا وث أمي أردت أنا أول ما أتجي ذاك الدنيا مرة معنا ما نرمي الله في عالي ذي الدين لا لا سيد ربي صار باش الله دخل قوية قوية للعيفة ذي كيف مثلا إما ما في يزدغ الإيمان وإما ما في يزدغ الكفر إما ما في يزدغ الإيمان وإما ما في يزدغ النفاق بعيد غنجر ربي ينجي مؤمنين كيف مثلا خطر قوي قوي العالم إهلك نهدرنا في الأمراض المعنوية مش الأمراض الحسية الأمراض المعنوية شو اللي شو اللي يهديه إما ما يهديه مرض الشهوة وإما هذه الذي الذي يعرف مرض الشبهة مرض الشهوة بعيد عن جرب يجي مؤمن مريلين سين يصنفقين سين يصنفقين إكثن أوي العبد قول لا رب غير نسيد ربي هذا يقزغن ويقول العبد قول في بيعالنا بريد أخونا سبحانه وتعالى ما في بيعالنا بريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما في الشهوة
مرض الشهوة البعيدة عن شر يجي مني ما تستغلب في نفسي العبد غفر روحي نسوس تغيبك نفسي كيش غاديش أطغر الدنيا كبدي المكينة أطغر الدنيا كبدي المساء أطغر الدنيا كبدي ذي المادة ذي الشيء الدنيا تطغر ذي الزينة الدنيا تطغر المال والبنون زينة الحياة الدنيا اللي يشج دخل من الشهوات النفس الفواحش بالمنكرات أكو إن غير تجلبت نفسي ليش مرة أكو هذا روح على الوص يعني ويس على يعقل الشهوة النفس إذا يتوي زوري ساعة صغيرة تزور الشهوة النفس أي نوايا إلى قدر إلى قدر فيش أثيشو أثير صادر حدي حوصل يوضع الوصل مهما كانت الظروف حشد وغري على أدي وصفة سنظام مكان روح مكان على في الناي مكان يوضع الوصل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى خلق الملائكة وسعنا للشهوة ذي عقل كان يسعان والحيوان حش الشهوة يسعان وسعنا ذي عقل ولكن العبد في المس ذي المس إكرام مثل سيد ربنا يفكيز ذي عقل ويميز الشهوة ماذا قلنا العقل العبد العقل يستغل في الغف الشهوة ينس سيد ربنا يرفض نيك الملائكة وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ولكن ماذا قلنا الإنسان الشهوة ينسى إكسترال فن غفي عقيس أثي صوت سيد ربنا الدو الحيوان الدو الحيوان أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا الله أكبر أكام دولة إذا ملك الذي يستغل فن في الشهوة يرفض سيد ربنا الملائكة ولكن من الشهوة يستغل فن في العقل يتصوم سيد ربنا غير دول الحيوان مرض الشهوة وإما مرض الشبهة المرض المسين دي سين المرض اللي يقولون ده الشهوة أكل الشبهة الشبهة ما ليش الشبهة ما دخل يقوي العقل البعيدة عن جرب يجي مؤمنين عاد ديما تزيد يشوفوها خطر البعيدة عن جرب يجي مؤمنين هذيك شنو ندير البدع هذيك شنو وين يوقف سيدي ربي وين يوقف ديما النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذي خلق الحوايج جديد ويا شدت المبتدع يجي متسرد المبتدع اي خطر يقرا سبب اللي دايما يسحام العقلية ودايما تسحام وزمير دار كتصرصر اتقنع المبتدع يتسمى ويقبل الحق ويش ويقبل الحق ويش الحق داغي وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما يزور قوي ونقبل الحق يفلوث يتسي باطي ويتمتز سي باطي وليس يتشجر في ذي باطي ولك حمين إما نيسي إذ يغير الوغير من سيد ربي وين غير غادي يعتشف نفسي ليش ويظن هذا غير ليش في اليوغا غير غير من سيدي ربي اما كني نلبس العبد اللي تحمي المكيا اللي تحمي في سيف وما ذاك الذي هيك سيف كدوا هذيش هذيش شدوا باش تحلو المرض الدواء اكني القلب المريض النفسيه العبد الروح العبد ونسعى لدى شريك إجهيك المسكين وسيف كلمة باسم عبادة باش أثير الظين باش أبيعيو يعتبر أن بسنة كان واحد سيكيحو إذن القلب المريض يقد يغير سيدة ربي ذا القرآن الكريم يقد يغير القرآن الكريم يغير السنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويخدم يس قد يخدم السنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويغير الدويس باش أبيميز كسيدة ربي بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم كاين مثلا اي خطر شو شو مسك جمال التهنية هذه تهني لا شو يا ربي الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب من قال لي نوا من عبد بلي غادي يفيه هنا كويس ماشي بغير نسيد ربي غاس يقضى الشكوت يتفاهم من المستحيل يشعر الشيء ما يشعر الدرية ما يشعر القصور ما يكش بين أو ما في كل شك أكثر من دون ذيس من هنا متدي تواريس وجا غاسي وما نشتري
الى قد يغير منك دقيقا. الصانع الصنعه انسان يعبد الصنعه، ولكن انوي الصانع وجد اسمها السيد ربي. اذا اثتهنا الصنعه الى غتغرى الصانع، ماشي الشيء ماشي الدريا ماشي البطيمات ماشي الكرمه كلشي ندولي يكزمانا كيان اثتهناه كشبين كيعجبها مثل السهرانه، ولكن غتغرى وين كيدير الصنعه باش نفكيها ما صورش. كيف مثلا خاطر الحوايج اللي كنت سمع قيادك المعارضه ما تتجب تشوف هذا الحاجه هذاك لا دروس. اذا داش كيف دخل سبحانه وتعالى. اذ لا اله الا الله محمد رسول الله. كان كيف مثلا وين عبد وتوالى سنات الحوايج مخلفات، وتوالى الايمان قد الكفر في فرين، وتوالى التقوى قد الفجور في فرين، وتوالى الطاعه سيدي ربي قد في محمد صلى الله عليه وسلم قد المعاصي قد المنكرات. الوين يقول لا لا مثلا ادي يخشب القران الكريم داخل يبوي يتشرم البعيد غير جربي يجي مؤمنين ديال الهوى ونتغي مالس داخل الى قد يلوو النينس وهي اهكا اما كان في نيتواير ان كان باش يزيد لك نتيقي حياه تسرسر الحاجه اللي العيال شوف لا اكني غادي نيتواير العبد ويس ذي الكفر ذي النفاق ذي الشهوات الدنيا ذي الهوى اين اسالت جهد الهوانس باش اسيه كيما كان اسيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ما بيسرس داخلي سيدي حميد. كيف مثلا القلب الوحيد الملك للجوارح اما غادي يشعر التقوى واما غادي يشعر الفجور. كيف مثلا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى كيحتشمها باللي ما تسبع الكلام اللي باقيين تسبع هذا اللي باقيين يقد وهديناه النجدين من غسل الذهن من غسل الذي يلهان هذا تيزر من غسل الذي يدرم هذا تيزر ونسي عجبني في فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أكا من الإنسان يسعى عقلي وكان من ذلك الأخي يقول لهم ذاك وكان سيمين أبريد من التقوى أسيمين أبريد من الفجور باش يدفع أبريد يدفع أبريد يسوض أبريد يسوض غير جنه خاطر ما قلت تبع أبريد يلهان ودا تفرض غير جنه. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كيف مثلا؟ إذا إما أدي للعبد أن يكفان أدي من أهل التقوى من كفان بريد العيب وإما أدي لبعيد الجرب من أهل الفجور. كيف مثلا؟ يقال سيدي ربي سبحانه وتعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. يسكن السيد ربي ما بريد التقوى يسكن السيد ربي ما بريد الفجور ادفع بريد والكاجو تبعي فألهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يربح يفاث ولكن يوم اكتب على بريد السيد ربي بريد التقوى بريد الطاعه بريد الخوف من سيد ربي يدفع بريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يربح يفاد. قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه. ونسي دادي يبغي مثل نفسي ديس الشهوه مثل نفسي ديس يفغز لسيدي ربي دخسي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخسي يخسر ولا يعني هيك كان هيك مثلا. اذا سيدي بلدان بوني العبد يشوي 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 كاجون تبعيد ماذا قلنا يغرب وفريد العين الزخ يقوي العبد في بلد النظام ديري من اهل التقوى ماذا قال لهم يغيب وفريد ديري في بلد النظام ديري بعد ان جرب من اهل الفجور ماذا قال لهم هدرتي من اهل التقوى ماذا قال لهم ديري تهدر تشير من اهل الفجور. سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ازرع وكفر على بريدان ازرع وكفر على بريدان من كل الذي جازيا شوينا يدخل مكنين يقرب قويس عزيزا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين في الفجار؟ الله إنك أرطر نجعل رغم ذلك فعلك إنه أفريد إلهان أفريد السيد ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويخدم العمل الصالح أفجار كيف كيف دون أنك نغي كيف إذا المفسد ليس في سبب الدقاع ماشي كيف كيف ماشي كيف كيف يا فلان كل يوم يصير جذور كنيسة ولد ما غيره يا انا عقيا كريم هل ترى كيف كيف ولي تسبب السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى تسغيمان غير الحدود ديمس يتشوي يمانيش بلي ميزرات السيد ربي في كل زمان وفي كل مكان
أما واحد سجدا أما زادي غشيا أما ذكر الطيام أما أما ذكاس إني اسمه بقلا ثنية ثنفسي ذيك ذكر الطيام خدمين يوكسي ربي عاقل وين دي خلق الطرام يصغر إزراكي كم سيد ربي زار ذي الطيام إذن ورسل بوين سيد ربي لا ذي الطرام لا ذي ثلمس للبحار لا ذي سبحان الله سبحان الله سبحان الله قد يعقل الى ما كي دخل قد يعقل وسيد ربي صرا قبل سيد ربي صرا يجوي تو طف تبركات يجي حنا في زوما بركان ذكر الطيام اذا رجي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من كل يوم فين يدفع على زديفك اذا نقول لك كيف على كنا يصرا قبل سيد ربي يسخم على الحدود ديمس اكو بينا يقع صام سيد ربي الغزاله زيلال واذا هدر في العصيان ينس لا العباد هذا السن الخمر عينانيا لا العباد السن رمضان عينانيا لا العباد البعيد عن جربي يجي مؤمنين يدي الشفو غني مسلايين وريد الدرا ديال الغابة وحديك وتصور من ربي وتصور لي عبد وتستحي سيدي ربي وتستحي لي عبد دخل قبضة من سيدي ربي ما ديال الدورني الدورني نسل ماشي خدمة كان هذه تشوفوا وتشوفوا في المسيح لابيس قال سيدي ربي عزيز وكويس وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد من كل يوم الذي حاسب سيدي ربي شويني لا نستخي وكويا كيما يديروا ذلك اين لا نستخيش من كل يوم الذي حاسب سيدي ربي شويني لا نستخيش شوي نخدم سلعه الناس كيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مثلا يفرد يوم وسوس ربي ينحو في مدينه المنوره من بعد يفد يون وركاز انتمت الزوجة يس أكو الوالا ويسي مشطح ذكير طيام أصنير إني يستشو يخدم الدقيم لكن يصرح أمير المؤمنين عمر ينسي يا عمر يا أمير المؤمنين اتق الله فينا أول ربي ذينا ينيس أرد في كده شو مالا ليش أرد في كده شو مالا أنا نلس يتفقي حال ينيس يرنا يقص عقيل بلين في شيء ده مسؤول في شيء ده مراي يقص أتزاد نشتا أكيد تزرع عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يحمي بشر يمتحن يعني جد الشوف خمس سنين اللي عايز دقيس هزديز قدر الإيمان شفك ربي رحمة رضي الله عنه وأرضاه يحمي أزدي أدي 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 بوسي العام باش الدينيون وويك الذي زاد الإيمان ديكس إنيس مخبي بغالي كلامي إنيس يا أمير المؤمنين أتصور ضار منا كي بسقشين في الليل أك تشوشو تاكينو أديس الجواب إذا شعر الصلاة أنت أقول لي دالك ليدس إذا عمر بن الخطاب يمثل يخزر غير ونس يفوت شرو أم لا هو غير عندي نطول ونس يتسوى من المريم اللي سيدي ربي عمر بن الخطاب الفاروق يبشر سيدي يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم ناس الجنة ويهجي سخان دي جنف يهجي سخان دي جنف الناس اللي صلى الله عليه وسلم الناس بغار من غرص أمين خميك إني شوية خميك دي جنف يقال غريد نطول قرنيش يقال تمسل ديس انده فوق يكسد أين اللي نغفع ليش في كيستي والجاز نيم الناس يقول دكولي نسيرا النوح البيت المال المسلمين اسد الفكي حقيس اثن كافيهم اي اسن كس اي غير الله يضر ميز اذا وكيد المتقي اذا وكيد تشوريس داخل سبحانه وتعالى اذا وكيد حميس يا ربي الخالق سبحانه وتعالى اذ كرتي شيء اذ كرتي شو خلق شو تونيس انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون المؤمن ما تذكر السيد ربي يتشرب ويميز سبحان الله ذي السلف ما سين ينفذ ما ربهم أبو يميز أذي ديكس أذي ديفك مجرد أن ينطق سين ينفذ ما ربهم أيني لند أيني لند أبوص استديفك فذ ما ربهم سبحان الله سبحان الله يروح يوني قولي احنا من حب وخلاق مع جوز يروح أسير دروي ذا النظام إدي تبان يعني يفضل غري ولكن الحاس يهدر باش إدي ديال يقول غير ورس يهدر أس ألم يسيفوك كيس يخدم يتمثل إيش في ذي دغر وذم
إن تشوفيد ذي الشيء قفايانا المذن ولكن ذي الشيء خدمه إنا وحبيب لنا ربي عزيز سبحانه وتعالى ذي الشيء خدمه إسمه ذريس إن إسمه شيء ذميه أدمقيه إن إسمه قل يذم ربي وذميه ما عيش أدنه دماغه كدرمه إن إسمه قل يذم ربي يغيي وقزني يفغي في عقلي يتشرب ما من أم لهوى عند لن يعبد ميكين أني دلال يعبد ميكين يكن لن يعبد ميكين وتشيل الخسارة دي القاعة وتشيل الفساد دي القاعة حاشا لهنا ما ريلين حاشا لين هنا ريلين حاشا الخير ريلين حاشا تجماس حاشا الرحمة قولون حاشا الفعيل الخير ريلين كم يتمنى أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يتذكر بقريد الدشوز دينيون إنش اتق الله يا أبا حنيف اتق الله يا أبا حنيف إكاد كيون على الأرض ونكدم وقوم دكوين ونكدم دكين أبو حنيف رضي الله عنه إندم خزر الإمام أبو حنيف إندو فوق ندم البدنيش ما السنضي ونتق الله اتق الله السكس لكنا سيئت في مويك اتق الله يوحد يولى عمر بن الخطاب الفاروق يعني في ذي تسلع يا ذي ليش اتق الله يا أمير المؤمنين اتق الله كم الصحابة الكرام على نط فمركز نغم يسلع يا إيني صغر وثد المسيح إيني صغر وإذا مسلع ينفع المرة مرة ولش وليحملني يدي اتق الله الساقي مفلد سيون اتق الله هذا أكل في الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة من إثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد كما يتمثل هنا ميد اتق الله عن الفغي بالذنب عن لك الخدمة عن ليش ما نيش من الملائكة كما دين اتق الله إن قد نعتد الشعور يميز كما يتمثل قساة القلوب غصن نفس اتق الله قشحن ويا ونسن قشحن ويا ونسن يتمثل قلت ميد تذكر كل غلط ستين القرآن الكريم بأجمله استدغر مرة كل وجدير ويميز هذه قد يثم أخبار أظن ضيما الميت أتقسم بقصار أفدني الله سبحان الله سبحان الله يحكوا إذا كان يعني أحد الداعية تذكر بسي خير إنه نقلك في جنازة إنه سيارة سيئون ذنا من أهل البلد تمرني إنه ده الدرس سيئون يدروح إلى ذنا يحضر الجنازة مش تمرني ولا ميجا هدرك ينادي ناس يتوهيس إنسان وخابي إنسان جام إنسان ثري إزعاش ولكن يتبان بس ليك اللي فانا كده جميس عشان خدميس أثنى وخابي يتوهيس يون يوث البطيمة ونشتيس ينادي كرد غروان ينادي وثاثة كالثوية ينادي نغس يا فلان عودي تكنوي لسنة ذا كانوا منا في نغس دوينا ندى خابيب لا والله والله ما تسيسر إن يشوف زر ذلك أنت ثم لا رونجي أنا أمكاني أكيد صح ذاكين من الخمي كان صيد ذاكين ذاك القمكة داخل المقبرة ولكن ماشي ينام إذا خمي لا والله أشحال أثر وتزر ذلك من بعد ما ترضي بوسنا يومين لها الساعة نصل السوء أكثر مدارس داخل ما حميك جنرس كام إذ مثلا عمر بن عبد العزيز إذ دعا كان يمدوك ليس ينظري أن يبض غريب في المقبرة ينسني يمدوك ليس أبي يتسمح كان دقائق فدعا يغربون يصب بدل أفعو ذي بيس يروح في المقبرة ثانية يقيم ذينا ويسمع قائل طرقت دواني سنتوني يثبتن بجواي خزرت ولد قدامي شفت سنت وليس ذا شو يخدم يقد في مقبرة ثانية يثبتن يتسمع قايل يدوني ثني مرة نمشي مرور ذني غاشي لنا أسي قار الموت ذا شو يتخلص الحباب ذا شو يتخلص الوالدين ذا شو يتخلص ويدك ثبوت مرة أمي إلا ومشاريين
إيش ما قلي ما إيش بالليل أديش دورين سوى الإنسان هذا روحي صار جلوه مكانين ولكن دجوني قهجا سبحان الله خزار كان يعني غايف مثلا رسول صلى الله عليه وسلم يقرب كفى بالموت واعظا ولش شو نقول زمان دي وعظ يعاد أذي دي سمك ليه سياخر في زمكتين سلخوف ربي الطعان في محمد صلى الله عليه وسلم أم الموت مريء إنسان إيش ما قال ذي الميت أدي سعدين كذا وكذا ذي العمريس بلك 300 سنة أو أكثر من أقل كري الزل كري الحام كري فلان كري الدسكرة إيه قاعد شبي ما ليس في الدنيا ولكن حشنا بحنا وخلنا شبحنا قويلس كلش إيجف كلش يروح سبحان الله خزار كامل ما يروح الإنسان أدي زور الميت يروح الجنازة أدي زور الميت خدم لكم يا عبادة ستكون المؤمنين مرة خدمت وتساعدنا جرى القرآن ولكن ما تكشمل غير وخامن أن الميتين ما تخزرم يبنيني عليهم يروح هذا وهذا في ناوذ ولماذا مدى نسخمي مالا ودي خمم كل إنسان مؤمن غير ويا خريخ مكني مرة ما دي فغثي تسوفغا أدي روح خلاص ذاين أولي تعود الرد يغير في مصدوق وخام نينس أولي تعود الرد يغير الوالوز الوشويز خلسي الزينة كان مرة تحفيف دار لويز دار لويز دار لويز مرة أقصى الدشة سخمة أرزمي الله في دار أرزمي الله في منعن يجا كل شيء روح ماشي كان دانشتاكي يمكن أسكسين أي ثلاثة الخطار كان يعني يفوق النفعيس دائم خلاص فوق النفع لي فارس أني قبي فاعي سليف أني قبي السين طبيب أهل طلع إجمالي اللوم شوية من الوقت ما يلقفنا وش اللي يهيك اللي يهيك غاشين اللي يهيك وش تنسو اللي يهيك غاشين اللي يشوف فالي يفزين اللي يسيش رمضة الرامي الغير غير ورثنس اللي نسخني مع الويا ذا شو قلت عن فارس إنفع فارس ومكان غير زراج هناك لما ذاك لما يتجيس إذ وين كان إذا موالس وين كان إذا العمل الصالح إذا موالس يقول كان لنا الطيام وكان لنا الدود ذي كيف يكسرون عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أي مثل إنيس أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل ننفي محمد صلى الله عليه وسلم يخدم 10 سنين غير ورس غير صلى الله عليه وسلم يقول لي ندى العمرين ديني غشي يتخذب مكان غشي يتخذب مكان يحكوا له صحابي يجب يمسينا يوم من التابعين ذا شو سينا يوم من التابعين إنه يسقي يكون الجيون الزمان الغلط ما ذكر لنا تخل من شكون وين تسمى قيمة سواء نلونها شعر سمش كي تروح ونسعى لنا زي خفيفا إنه يسقي يكون هذا العهد لأن في محمد صلى الله عليه وسلم نحسب من الكبائر الغلط تمشي تروحين غرور من كل مين نقول إذا وقنا نحسب من الكبائر سبحان الله كما يثبت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال إن الإنسان المؤمن الإنسان التقي الإنسان السعيد الذي تشنقي الغلطة في نسا ذا ذراء الذي يغيين في الناس ذا ذراء مكخر يوث الغلطة أولي قال أولي سيال الذي جد بكان دي مانيس الذي طرطر يمانيس الذي طرق ربي ديافو وسيل المسلمة ديافو إن ولكن الإنسان الشقي الإنسان الفاجر الإنسان المنافق أي سنجر الدنيا هي المحن إذا شخل ما قلت سعيد شخل ما خطر شيني خطر يموت بويس الإنسان الميت لأن الإنسان لأن العفاد لنا وسعينا لبوي لأن العفاد أموات القلوب شو دي قروا خلق بعجز إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وقين وني سعر كان بوي أدى ذكر وإذا ذكر ويجينيهم يمعني نسلم وإذا كنت على أبوي أهذا رأس في مني وجه السلام أين يبغو يزريد وجه السلام يموث على قيد الحياة ماشي شيء يقول اللغة ما تهدر ديدش اللغة اللي قلت لي فهمها لا كيف مثلا هو كان اللي قال عبد الله بن مسعود إن هذا السنجر الدنيا مرة نقوى إن هذا ولكن أروض سيدة ميزين إن هذا درسنا كنين أخفر زربي سيدة شخص مكة أثيوثة يروح الله أكبر أكبر مثل أخذ أبو
وين يسعانو دون تسوغ لربيهم يحكو ابن في محمد صلى الله عليه وسلم أن يتقسم في الظلام دي بني إسرائيل إن ديون إن دي وصنا الرويس إن دي ميسي الروي واسم رمثا إن الصافي حشم وغالو كسون مرة موكو غاية ضغبار وغاية أبي تفتت مرة ما دي غساني وما دي غشبو دي وغاية أموبا إن إيسي جماعتين أدخل شكافة كرام بقارة صغار المبحارة كرام بقارة صغار غير الصحراء كرام بقارة صغار يدور فقط تقوى في قاعة الله خذر كلية مثلا من بعد يحكو دم في محمد صلى الله عليه وسلم أنا يبدي أرغي زادين يقول كمي أفوس نسيب ربين الذي سقسات فطر أرغي يحكو أينايين يوم الحساب والعتاب الذي أرغي يحكو أن في مشبع صلى الله عليه وسلم أخذ السيد ربي سيدنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يمرت سيد ربي مقاعة يمرت سيد ربي غدران يمرت سيد ربي بحر أدر قمر أكو ذر لزاطة مني مرة أكو الذرات اللي كوكسوني استغسالي سكود منين يوم عند مرة الذرات اللي نس ينس ندف وثير أدنجمع يوهي دان مليون ومكان يوهي إذا رسل ربي روح يوهي يبدأ الزاز ينس زمامي ديني عشان يتخلط تمسات يشبتك ذا شو ماشي ناوى الجسم ينس نعصي ربي ينس خلما أين شو يتعفو ذرا إني شو قذر وقذر أضغير بفوسي أدي تاع الشهر يون العالم يشوف تاع الشهر كل عبادة من الدنيا خطر خدمة المجرمات خدمة الغدرات والفجرات إني شو قذر والخوف يكون قذر والشيء إني شو الخوف يكون قذر إني شو سمحاء وكا ينتخل مرة إني الخوف يكون قذر السمحاء مرة إني شو أو يتصار جنث الله أكبر أصيخ ربي جميعا أيات مثل أغي من عبيد الغدرات والفجرات أغي من عبيد وين يويسي لربي أذي ربي من إن شاء الله طيبين دخل داخل عز سبحانه وتعالى أغدي قابل صفر أذي فرحي السنة وهي إن شاء الله أغاز قابل الجنة أكلم يتمثل إن الناس الحسن البصري رحمه الله إن الناس أم هي يعني لا للعباد أخذ من دوين يوغي سيد ربي ينا تفريحا ينا تعقبا ينا أتزخون أتفتخرا سوى لك نخدم لكن ينا ذا المعاصي نخدم دوين يوغي سيد ربي ولكن أذا الدرة تعقبا بأسعي من الغير مسلم سوى نخدم إني سلم ويار لذا أخذ من دوين ينهان دوين ينهان ينا تكفر لك أتفهم باش أكنس الدق في سيد ربي إني سلشوف وجهه الحسن البصري يوسف عبد الرحمن رحمه الله لشو يسينا إني شو يجين أهل الفجور ويجي سخسر مكان ويخدمين دبين يقربين إني أهل الفجور إني سهل على الله إني أسخدم لنا زي سيد ربي وسيد ربي ينفسنا الخبرين من ديرين حشا عدسوات عدسوات السيد ربي سوق على المعنى ذي سيد اتخبصنا الخبرين من ديرين وثني قرعا إنش ولكن أهل التقوى أثني تسجى ربي أدخل ملي من ديري سقوى معهم خزار كان شيء دينا سيد ربي سيدنا يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إني فغير سوء خرعين ندير وذي خدمة لهم إني سأخطر احمل يحمي وذ الله أكبر خطر من المتقين يحكي خدمة فوذ من سيد ربي ويحمي سيد ربي وسيد ربي محميد ومن يحمي سيد ربي وثي تجارة نبي فيه وغريبيس إنسان يحل السيئات إنسان يحل الذنوب كان يتمثل أي يتمثل الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله إفكيز للخالفة المسلمين أماكن إفكام العلماء لذا المرة أقوى إفكيز زند عشرة آلاف درهم عشرة آلاف درهم معناها ما كنت كيس متد الجوائز إلى علماء إمين أتسعد سيد لمن سنة أفوذ بربي إيا إيفاد أثنو لهذا الوليد إبهاد ونشر الدين الفضل ابن عيام اسمي دقوذان غرب رس بشيس دفكان عشرة آلاف درهم وتتفرهم يقول تتف يا رئيس الخليفة إكرم دوانهم إسنا نسل
من السبب هنا أمش العلماء اللي ظنتهم إدري لقيش شنو تصطف ذرا الكتشينا إقلال أفقر منهم جميعا الكتشكو إقستحق ماذا تتفر الكتشينا أنس على أكثر من سن أشي قلت تصطف ذرا الله إنيس الفضيل بن عياض العالم الجليل إنيس المثلي وذن المثل الأول أمي ذكني يسعى انتفو ناس السند ويفكي إنس أخذ دمانيس أرمي ذا سنين قرث إنيس من بعد دمان زياد شانك سوليس إنيس فكي غاون فرزينو الجهادينو خدمة في الأول إنيس السجين في الغامة أذي تزيوم أي أجتش مكسوم بالفيلم أكني ياقا أذي تخمم لكن إذا الخير أذي ترم الله وقد فضيل بن عياض رحمه الله أكام يد مثل أكام إذ يهبر تحريف من سيد ربي وتصغر على الدنيا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يتمثل يقيم كان ينوبريد قال إذ الدولة كان ينوبريد من سيد الصحابة الكرام يقول ذلك أنه كان من حديقة من الحدائق ويولى الطير يولى الطير أي شتس التجارة إيش التجارة بعد ذي فيه تنقل الوالنيس دي مطول يتشرو ننس يا أبا بكر شكل يشرو إنيس الله الله إنيس ترينام إنيس أمرزقيس إنيس ريج ذي التجرس يا عجل وذي مث لا حساب ولا عقاب ورثي تحسب سيدة ربي مرثي تعقاب إنيس أمرزقيس أولي لند تير أمينا الله أكبر خمسة بقية مثلا أهل التقوى يقول يتسوى ربي خدم لين العالية لا تسوى ذنيا لا تسوون ولكن أهل الفجور أهل النفاق خدم لين دقوين يويس ربي ويانا طيبني جنث قال الله غفور رحيم رسول صلى الله عليه وسلم قال ذا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الكيس ولكن ولكن يتوبر ربي ولكن يتقي الله ولكن يزال ذي ذي أغنى ذي تدو يويا من كنيسة ذي تدو تقي الله إن دي عفس تنفسي إيسا إن دي خدم إلى خافيس يزال دوني تتسلو مانا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأمانة إنه ولكن العاجز إذ وينك تبع أنت نفسي ليس يتسكى سيد تفغام ويتمني غصي ربي الأماني سيعفو يعفو سيف كي يجينا سيف كي يهم سيد نفسي ليس ذا بريد نفسي ليس يكتبع شتالة شتالة بين هذا وذاك خلص هذا كيف مثلا ها إذن ذميكين إذ أهل التقوى خدما أين العالي تسوذا وأهل الفجور خدما دبيني وبسيد ربي يانا طيبني الجنث السيكي ما استنريون تصلي ثدي يوم 75 سنة ذا سوري تصلي راك ينم سيد ربي غفور رحيم أنا قيام الظالم سيد ربي غفور رحيم الله أكبر ذي في الدقار سيد ربي القويس عزيز والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله أكبر إنيس إيجادك خدما القوين الهان ذي العمل الصالح يقول لك حب سيدي ربي إن دي أنا تسليجين ويا ونسلم عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين ثنيشة رسول الله ويقين يدر سيدي ربي ذي الآية دي اللي قد يكتب عن الخمور يكتب عن الفواحش المنكرات اللي يكتب عن وين يبي سيدي ربي ويقين في ده درك اشتغل إن إسلا يا بنت الصديق إن إسلا شي تسلي ماشي ده اشتغل في ده درك سيدي ربي يهدر سيدي ربي في ده يخدم المرة يجي حمية وكتب عن رضا ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا ما تسوى ذن وقال المسلم بيرى ربي العمل المسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يقرب يتكلم يقرب أولئك يسارعون في الخيرات خطر تسوى المسلم بيرى ربي العمل المسلم أخدم دوين العالية نسوى المسلم بيرى ربي العمل المسلم إنه أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ويقول ميديا وين الهمس غير من جوالها اي
أين قد سجد للأجر، قد سجد للثواب، قد سجد للحسنات، جزاي الغرس. الكم هي مثل بيجين المؤمنين أهل التقوى. ماذا يقول أهل الفجور؟ أهل جرب يجي المؤمنين أدخل من دي الفجور، أذمثنها في الفجور. إلا العبد يسأل 90 95 سنة دي العمرس شو يصير يخدم يخدم الحياة مش سلعنا في الدين، إيش نعيد الدين؟ ما إيش نعيد الدين يون عنده سكرة الموت ده شاب دين هذا نهوي الدين. كان يثمن بعد من خلاص إذا ربع عيسى نزل مش يخدم يندي يون الجماوية ندي يون الميت قاعشين 95 نفس 96 سنة دي عمرس العمر يزول يصير ربي وانا ولك على واحد العمر تزول ده شو مين يحكون أميس اللي زيه يند أش في سكرات الموت يند ده درر واحد ثلاث أيام الإنسان الكوما وده درر يند يونو من ده درر أم صاعقة يند يند والله هذا شغل في الذي يموت يند يرنا ده درر ده ما كان يقدر درر كذي والله هذا شغل في الذي إيش والله هذا شغل ما في الذي يموت يند الجميع اللي يهدر الذي غربي أرمي أرمي مجروح خطا هنا يزرع اللي يتلا الموت يزرع اللي يتلا الخط يؤمن خلاص ولكن الإيمان ينسلم في الفعل أما الإيمان فرعون مري الزخي بالحرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين مستقبي استقبي يا رسول الله إيه مثلا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذي المرض ننسي يجمل يشرو يشرو من الهواء بدل الصحابة الكرام نسي أبا هريرة مثلك يبكي كتشين يدفع لمطوني أحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم راوي الحديث أشحال يديروا كتشين يتسون إنيس ماشي للموثي وكذا إنيس السفر 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 يبعد وعوين دروس السفر بعيد والزاد قليل السفر طويل والزاد قليل إنيش صفر بعد مليح إنيش ولكن عاون دروس إنيش تشري يجي وكذا أشحال أنا الذي يخرط إلا خرط ذو القرون زمان وزمان وتفكروا في الزمان الذبيس دينا ولكن أعوينها الترجمة يروح لك وعاون زيادة لا ذلك اللي يقول كان نشوة تلذنين سندوني هل تروا ونستحق على نشرو إلا قنشرو أفل الأعمال النغيث مثلا التقصير إن قصر دين عبادة إن جن ذي الواجب إلى أدنى الهيد ويا مدام تفضي مانيك استجمالك تفضي مانيك السلع قلينك أتقر لا إله إلا الله محمد رسول الله أتستغفر أتستغفر إذا لك السلع ربي أما كنت قال صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله أذي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أذي قبيك أتستغفر السلع ربي خضر العمل الصالح صدق هذا رب سبيل الهان خضر الخير بعض ذي وين ديني وين يوكسي دربي بلك سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى هذا غيعفو من ذنوبنا غي بحسياتنا هذا غي يرزق الرحمة ينسل واسعها أصيح ثوار بجميع الأثمان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أن الحق حقا مرزقنا اتباعه وأن الباطل باطل مرزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.